السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات أم آمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوة اللي كلها بالشوكولات للناس اللي عزيز عليهم الشوكولات. فغادي نديرو فيها واحد الفينونسي بالشوكولا، كذلك موس ديال الشوكولا، وكذلك غاناش مونتي بالشوكولاتة. فإلى عجبتكم هاد الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، وكذلك تبارطاجيوها مع الناس اللي عزاز عليكم باش تعمل فائدة. ونخليكم مع بقية الفيديو باش تشوفوا المقادير وجميع مراحل التحضير. الوغ اول حاجه غادي نحضروها هي لاكاناش ديال الشوكولات، واللي غادي نحتاجو لها 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء. من الاحسن تكون نوعيه مزيانه. انا هنا استعملت هذا الشوكولات هذا ديال ليدل اللي فيه 52% ديال الكاكاو. غنحتاجو كذلك 110 غرام ديال الكريمه السائله، هذه اللي غادي نسخنوها. وغادي نحتاجو 220 غرام كذلك ديال الكريمه السائله اللي غنستعملوها بارده، واللي كيخصهم بجوج يكونوا كيحتويو على الاقل على 30% ديال المواد الدهنيه. الو اول حاجه غادي نديرو غادي نذوبو الشوكولاط ديالنا في حمام مائي اولا في الميكرووند، وغادي نسخنو مزيان هذيك الكميه القليله ديال الكريمه. وغادي نضيف الكريمه ديالي اللي سخنت للشوكولاط اللي مذوب، كنضيفوها على جوج اولا ثلاثه ديال المرات. بين كل مره ومره كنحركو مزيان بلا سباتول حتى كتكون عندي واحد لاكاناج اللي كتكون ملسه ولامعه. وفي التالي كنضيفو لها الكميه 220 غرام ديال الكريمه اللي تكون بارده مزيان. صافي وكنخلطوهم حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان. غادي نغطي كل شيء بالبلاستيك الغذائي على الوجه ديالها، وغادي نخليوها على الاقل 4 ديال السوايع في الثلاجة، ومن الاحسن ليلة كاملة. ودابا غادي ندوزو نحضرو البسكوي. انا اختاريت باش نحضر واحد البسكوي فينونسيي لان فيه فقط بياض البيض، هكذا غادي نستعمل البياض ديال البيض فيه والصفار ديال البيض في لاموس، وما غاديش نضيع البيض ديالي. يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي كيعجبكم اولا كترتاحوا في التحضير ديالو. بالنسبه للمقادير ديال هاد البسكوي فكنحتاجو 130 غرام ديال الزبده اللي كندوبوها وكنخليوها تاخد حراره الغرفه. كنحتاجو كذلك 125 غرام ديال السكر كلاسي، 3 ديال البياض ديال البيض، 60 غرام ديال بودرة اللوز، 20 غرام ديال الكاكاو المر، و 45 غرام ديال الدقيق الأبيض اللي ضفت ليه واحد نص معلقة ديال خميرة الحلويات وواحد القبصة ديال الملح. اما بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال البسكوي فينونسيي فسهله بزاف. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نديرو فيه كاع المواد الجافه، اي اللوز، سكر كلاسي، الدقيق وبودره الكاكاو. غادي نحركوهم بواحد لاسباتول اولا بواحد المعلقه مزيان حتى كيندمجوا. من بعد غادي نضيفو لهم بياض ديال البيض اللي ما كنحتاجو لا نطربوه لا حتى شي حاجه، غادي نجمعو به هذوك النواشف اللي عندنا. ومن بعد غادي نضيفو الزبده بشويه بشويه وحنا كنحركو حتى كنحصلو على واحد الخليط كيشبه الخليط ديال الكيك. ومن قبل انا كنت حضرت المول ديالي اولا الكادر اللي درت فيه 20 على 20، وغلفته كما وريت لكم المره اللي فاتت، يعني كندير ورق طاي تحت منه كندير الالومنيوم وكنجمع ليه الجناب ديالو، هكذا الخليط ديال لاباغي ديال البسكوي اللي عندي ما كتخرج ليش من الجناب. وصافي كنفرغ فيه لاباغي من بعد ما كندهنو مزيان بالزبده من الجوانب وكذلك الورق ديال الطهي.
وكنقاد السطح ديال الخليط مزيان، ومن بعد كندخلو الفران اللي يكون سخون من قبل على 160 درجة. كنخليه حتى كيطيب، كياخد لينا تقريبا 21 دقيقة. وهذا هو الشكل ديال البسكوي من بعد ما كيطيب. كنخليه حتى كيدفى شويه، ومن بعد كنحاولوا نحيدوا هذاك الكادر. كنقدروا ندوزوا واحد سكين على الجناب باش كنتاكدوا انه ما غاديش يلصق لينا. غادي نقلب البسكوي ديالنا في واحد لاغري او لواحد الشبيكه، نحيد ليه الورق ديال الطاي ونخليه حتى كيبرد تماما. وفي هذا الوقت نمشيو نحضروا لاموس ديال الشوكولا. بالنسبه لاموس ديال الشوكولا فكنحتاجوا لها 3 ديال الصفار ديال البيض، 60 غرام ديال السكر سنيدة، 70 غرام ديال الكريمة السائلة. كنحتاجو كذلك 160 غرام ديال الشوكولاتة السوداء، استعملت نفس الشوكولا اللي وريتكم قبيلة، و 250 غرام ديال الكريمة السائلة اللي تكون باردة بزاف لأننا غنطلعوها لشونتي. اول حاجه كنديروها غادي نذوب الشوكولا ديالنا وغادي نخليوه ياخذ حراره الغرفه، وكذلك غادي نطلعوا الكريمه السائله لشونتي وغنخليوها حتى هي تاخذ حراره الغرفه. ومن بعد غادي ناخذ واحد الاناء اللي كيتحمل ليا الحراره، غادي ندير فيه الصفار ديال البيض، الكريمه والكيمياء ديال السكر، وغادي نديرهم في حمام مائي. وحنا كنطربو بالطراب الكهربائي من الاحسن، وحنا كل شويه نبقاو نقيسو بالصبع ديالنا. ملي نشوفو ان الخليط ولا سخون ولكن ما كيحرقش فكنحيدوه من على العافيه، وكنستمروا في التطريب ديالو حتى كيبرد تماما. ومن بعد ما كيبرد فكنضيفو الشكلاط اللي كيكون حتى هو خدانا تقريبا نفس درجات الحراره، وكنحركو دائما بالطراب الكهربائي حتى كيندمجو. ودابا بقى لنا غير نضيفو الكريمه اللي خفقناها من قبل. كنضيفو الكميه الاولى، كنحركو مزيان هكذا بلا سباتول، ومن بعد كنديرو الخليط كله في الزلافه اللي طلعنا فيها الكريمه، لان هاد الزلافه الاخرى كتكون لينا سخونه واخا الخليط كيبرد، وهكا تقدر طيح لينا الكريمه اللي طلعنا. وصافي كنبداو نحركو هكا مزيان بلا سباتول غير من تحت للفوق بشويه بحركات دائريه حتى كيندمجو لنا مع بعضياتهم، وكتكون لاموس ديال الشوكولا موجوده. وهنايا فانا رجعت البسكوي ديالي لو كادغ اللي فيه 20 على 20 من بعد ما برد ليا مزيان، وغادي نفرغ فوق منه الخليط ديال لاموس. كنسطحوا ليها الوجه ديالها مزيان، كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وكنديروها في المجمد على الاقل 6 ديال السوايع، اولا من الاحسن تصايبوا هذا الشيء هذا كله في الليل وتخليوه تزين لغد ليه في الصباح. وهنايا من بعد ما بردات لي لاكاناش تماما بردات مزيان، فانا خليتها ليله كامله في الثلاجه. دابا غادي نديرها في زلافه ديال العجانه وغادي نطربها مزيان حتى كطرب ليها، حتى كطلع كتولي بحال اون شونتي. كنردو ليها البال باش ما تفوتش لينا القياس ديال التراب وتحول لينا الزبده، كتولي على هاد الشكل. ومن بعد فرغتها في جوج ديال لي بوشا دوي اللي درت فيهم دي دوي، وحده مسننه وحده سامبل. من بعد عاوتاني غادي نرجع الحلوه ديالي اللي حتى هي دوزات ليله كامله في المجمد، غادي نخرجوها. وباش غادي نحيدوا لها هذاك الكاد غنسخنوا جنيبات ديال الكاد ديالنا. انا سخنتهم بالشاليمو، يمكن لكم تستعملوا سيشوار اولا اي غير منديل تفزقوه مزيان بالماء سخون ودوزوه على جناب. ومن بعد باش نقاد هذوك الجناب فدوز هكذا لا سباتول، وغادي ندوزو التزيين ديالها بلا غاناش. فخديت لاكاناش اللي فيها لا دوي سامبل وبديت كنبوشي هكاك بشكل عشوائي، ومن بعد خديت الاخرى اللي لا دوي فيها مسننه وبديت كنبوشي في البلايص اللي خاويين. يعني التزيين عندكم الاختيار، كل واحد يدير كيف ما بغى.
وفي التالي فخديت دي فرومبواز اللي درتهم في الناباج وكنحطوهم حتى هما بشكل عشوائي. من بعد زينت كذلك بقطع ديال الشوكولا اللي حضرت، يمكنكم تحضروا قطع ديال الشوكولا بالشكل اللي بغيتو. واخر مرحله فخديت شويه ديال الملمع الذهبي وقص به شويه هذوك لي فرومبواز وصافي الحلوه ديالي كتكون موجوده. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم. فالشكل ديالها كيجي زوين، المذاق ديالها كيجي رائع بزاف، وكيف ما شفتوا فالتحضير ديالها سهل، لا الفينونسي لا لاموس لا الغاناش الشوكولا، كل شيء سهل في التحضير ديالو، ما كنحتاجوا لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. بالنسبه للتين فيمكن لكم تضيفوا لها الفواكه اللي بغيتوا، كذلك ديروا لها قطع ديال الشوكولا بالاشكال اللي بغيتوا. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. والى عجبتكم هاد لا فيديو ديال اليوم فما تنساوش تخليو ليا بزاف ديال لي لايك. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. تبارتاجوا لا فيديو مع اصدقائكم واحبابكم ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله. سلامة.